جامعة بنها في تصنيف التايمز يا أستاذة منى، عايز أقول لك إنها بتحتل من أفضل 500 جامعة على مستوى تخصص العلوم الهندسية والتكنولوجية والثالث محليا، ومن أفضل 200 جامعة في تخصص علوم الحاسب والأول محليا، ومن أفضل 400 جامعة في تخصص الفيزياء والكيمياء وعلوم الفلك والأول محليا، وفي علوم الطب بتيجي جامعة بنها من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم والخامس محليا. هل في أي كلية من الكليات دي تم اعتمادها يا دكتور ولا لسه كله بيتقدم؟ طبعا عندنا كلية الطب معتمدة لتاني مرة، كلية التمريض معتمدة لتاني مرة، كلية الطب البيطري معتمدة لتاني مرة، عندنا 10 برامج معتمدة في كلية الهندسة بشبرا، عندنا 6 برامج معتمدة في كلية التربية، وبيتولى اعتماد البرامج سواء الاعتماد البرامجي للبرامج أو الاعتماد المؤسسي للكليات ذات البرنامج الواحد. عظيم. طيب دكتور، ده بكل تأكيد زي ما حضرتك ذكرت أنه بيكون له تأثير على السمعة الدولية لهذه الجامعة. تأثير السمعة الدولية على نسبة الوافدين اللي بيدرسوا في الجامعات المصرية، خصوصا زي ما حضرتك ذكرت أن في 28 جامعة ضمن هذا التصنيف. طبعا أستاذ محمد، عايز أقول لك أن ملف الوافدين ده ملف بيحظى باهتمام القيادة السياسية وبيحظى باهتمام معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور، وهناك العديد من السياسات والإجراءات اللي بتتخذ حاليا لدعم هذا الملف. مصر اعلنت، والدكتور ايمن عاشور اعلن عن برنامج المنح المصري اي جي اي، والبرنامج ده من البرامج المتميزه جدا اللي بيروج للوافدين واللي بيمنح عديد من المنح الدراسيه للطلاب الوافدين. الوافدين يا استاذ محمد هو قوة ناعمه لمصر داخل الدول الاجنبيه والدول العربيه، وبيحظى باهتمام كبير جدا في الجامعات المصريه كلها. أكيد دكتور، الاعتماد على فكرة الفصل بين البرامج، يعني قبل كده كان علشان يتم اعتماد كلية كان بيتم اعتماد الكلية برمتها، مؤخرا تم اعتماد فكرة ان بين البرنامج وغيره يتم اعتمادهم مستقلين عن بعضهم، هل ده ساعد في سرعة الاعتماد بالنسبة لكثير من البرامج، وده ساعد اصلا على رفع تصنيف الجامعات المصرية؟ الحقيقه الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد دايما بتطور من نفسها وبتطور من معايير اعتماد المؤسسات التعليم العالي او مؤسسات حتى التعليم ما قبل الجامعي اللي هي المدارس، عشان كده هي بتناظر المؤسسات العالميه. في بدايه عمل الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد كان الاعتماد مبني على الاعتماد المؤسسي ككل، الكليه برمتها، ولكن هناك اختلافات جوهريه ما بين البرامج وبعضها، ونظر للتطور الحادث والثورات الصناعية المتتابعة ارتأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واعتماد انها تعتمد الكليات اعتماد برامجي في حالة الكليات اللي بيزيد عدد البرامج فيها عن 6 برامج، وده حاجة موضوعية جدا، وبيحصل تنافس ما بين البرامج دي وبعضها، يبقى تنافس محمود لصالح العملية التعليمية وجودة مخرجات. أعتقد ده مهم كمان يا دكتور بالنسبة لخريجي جامعة بنها، يعني الحاصل على شهادة تخرجه من جامعة بنها بيؤكد أن الطالب ده طالب متميز. طبعا يا فندم، خريج أي برنامج معتمد بيقدر ينافس في سوق العمل، أن عنده ميزة نسبية من البرنامج اللي شغال فيه مبني على ستاندرد أو معايير بيتم الكلية الالتزام بيها. طيب دكتور، لما نيجي نقول الخريج دلوقتي بتبقى شهادته معتمدة دوليا كمان، ولا بيحتاج يعمل نوع من أنواع المعادلات لاستكمال بعض الحاجات في البرامج؟ حقيقي معظم البرامج اللي بتقدمها الجامعات المصرية معترف بيها على المستوى العالمي، إنها معترفة بيها في نفس الجامعات اللي بتعترف بشهادات الدول دي، مش محتاج اعتماد في كثير من الدول. انت عارفين، هقول لكم مثال، ان في ازمه كورونا كان الاطباء اللي بيشتغلوا في المستشفيات البريطانيه هم اطباء مصريين، ما احتاجوش اي معادلات لشهاداتهم عشان يشتغلوا في المستشفيات دي. اكيد. طيب دكتور، ده بيفتح لنا مزيد من الفرص للشراكات العلميه اللي بتقدر تقوم بيها الجامعه مع جامعات اخرى اجنبيه لوجود برامج تبادل طلابي مثلا؟ طبعا ملف التوأمة بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية المرموقة ده ملف مهم قوي، بيحظى باهتمام القيادة السياسية وبيحظى باهتمام الوزارة لإنشاء برامج مشتركة أو برامج مزدوجة ما بين الجامعات المصرية والجامعات ومثل هذه الجامعات المرموقة. أكيد كل شيء. ده بيتيح يا دكتورة منى، يعني ده بيتيح مثل هذه الشراكات، بيتيح إن الطالب يقدر ينافس في سوق العمل مش بس على المستوى المحلي، لا ده على المستوى العالمي كمان.